الكاس شحال طلعت غزاله عزبوني بزاف كتشوفهم غزاله 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 اسمي أليكيف جيمس، أنا من جنوب السودان وطالبة كنقرا حين. بصراحة أنا ارتحت هون، وكمان كنشوف إنه يعني ممكن هي غيرت حياتي في بعض الأشياء، ومع الدراسة وكمان مع بدي أخدم بدي أزيد هيك يعني أتطور ذاتي. دونك انا بشوف انه المكان اللي انا ارتحت فيه وراح يوفر لي فرص، دونك هو المكان المناسب للاستقرار. جيت 2019 في شهر واحد، يعني ده بلي عامين. بصراحة هي صعبة، وفي كلمات انا لحد الان ما بقدر انطقها بشكل هيك مباشر، ولكن تعلمت من السوشيال ميديا ومن بعض الأصدقاء كمان. بصراحة أنا يلا بديت كمان هيك 2019، بديت في شهر 10 وما زلت يلا جديدة، وبتمنى إنه إن شاء الله في المستقبل يكون في أشياء زوينة. انا ما بشوف انه مثلا في صفات او في معايير هيك بتحكم انه هيك لازم شخص يكون موديل او هيك، حيث دابا كل شيء صار موديل، في ناس مصابين بالامراض بحال البرص او متلازم الداون هي صارت موديل دابا، دونك ما في شيء معايير محدده، خير انه الانسان لازم روح يكون زوين. بصراحة هاد الشيء هيك أنا متعودة، يعني هيك معظم الناس اللي كينتقدوني ولا كيديروا لي هيك تنمر وهيك كانت هيك بكيت بما فيه الكفاية، وهاد الشيء صار بايخ بالنسبة لي. دونك قويت شخصيتي وغيرت نفسي، دابا أنا كنبتسم وصافي. بصراحة كثير جدا، ولكن أقل شيء إنه كنشوف إنه دائما يعني لما بكون بمشي في الشارع أو بالذات في الجامعة أو في الحي الجامعي كنلاقي هيك فتيات أو شباب، مجرد ما إجي هيك بيضحكوا، هادشي كيعقد، إما يعني كنحس إنه مش زوين، هادشي خايب كيأثر فيني واحد التأثير هيك. بصراحة كنقول لهم جوجلز، وأنا كنشجعهم، وأنا كمان البارحة كان عندنا واحد الشوتين بخصوص هذا البرنامج وطلع زوين، وكنشجع الفتاة اللي قامت بهذا الظاهرة أو هذا الشيء مشان تغير النمط ديال التنمر أو شيء حاجة بحال هكا، كنشجع ونقول لها يستمروا ويدعمون كمان البنات والأولاد كمان إن شاء الله. بصراحة أنا ما بعرف مثلا حل مناسب أو هيك، ولكن أنا بتمنى إنه يتغير أو راح يكون تحسين إن شاء الله في المستقبل إذا كلنا هيك اتحدنا وحاولنا نعمل شيء تغيير بسيط، وإن شاء الله يكون في تحسين، راح نحاول جهدنا ونقاتل إن شاء الله. أوكي، وفين المشكلة لا بغيت خايبة فين؟ ما كاش مشكله كاع، وبعدين انا ما خايبه. اوكي، عيونك هما اللي خايبين يا حسود. بصراحه الوضع صعيب هيك، حتى انا يعني طالبه وكمان هيك طالبه لجوء، وصعيب جدا علينا، ولكن بنحاول انه نقدر نتاقلم مع الاشياء. الانسان هو اللي يحاول انه يعمل مستقبل لراسه ويحاول جهده باش يغير الوضع اللي بيعيش فيه. اتمنى الاحسن ان شاء الله للجميع. بصراحه كما قلت لك انا ارتحت، يعني راحه مش طبيعيه، يعني بحال انا ببلادي او هيك، هاد الشيء كيخليني نحس بواحد السعادة ولا شي حاجة بحال هكاك، وبحب المغرب بصفة عامة. احنا يعني بنطبخ اكلات هيك
بنستخدم أكلات تكون شوية هيك قاصحة بحال العصيدة ديالنا قاصحة بزاف، ولكن انتم لقيت انه في اختلاف في أشياء تستخدموها تكون هيك يعني لينة بزاف وبس حلوة. حب جربت الطاجين وزوين بنين. بصراحة أنا عندي غناء ولكن خصني نخدم على نفسي أكثر وأكثر يعني باش نقدم شي حاجة زوينة، ما بقيتش إنه نبدأ هيك بشكل عشوائي، يعني خصني بعد الوقت نرتب أفكاري وهيك ونبدأ إن شاء الله. بزاف عندي صديقات كثير جدا وأكثر من صديقاتهم بحال أخواتي، بحبهم بزاف. يعني لما يقول لي شخص مثلا بلاك جيرل هو عادي يعني، او يقول لي انا لوني كحل هو عادي، ولكن لما يقول لي هو بيضحك او بطريقه مستفزه اكيد راح يجرحني ضميري، يعني راح يجرحني بزاف. انا كنجاوب ولكن ما كنجاوبش يعني بنفس الاسلوب، يعني زعما تنمر نرد بتنمر او هيك، لا كنحاول انه يعني نبين لهذا الشخص انه انا ماشي كيف ما كيشوف، يعني انا خايبه وهي كتباني بحال مول الزريعه اللي حدانا. راه انت محظوظ خاصك تفرح حيت مول الزريعه يعني هو زوين بزاف، يعني الا طلع شبهي راه هذاك يعني هذا من اجمل الناس. هيك كنحاول نبين لي انه انا زوينه انا جميله، الا ما بده يتقبل انا مقبله راسي كيف ما انا. بغيت نقول لكم عفاكم كفاية، ما تبقوش تجرحوا الناس، هيد كل واحد عنده الأشياء دياله اللي كيزيد لي الألم وهكذا. دونك أي واحد يحترم هذا الشيء ويقدر الشعور ديال الناس، ما تبقوش تقولوا هيك تنمر وحشي بحال هكا، ما تقولوش عزية ولا أي كلمة كيجرح، أو تقولوا مثلا كحلوش أنا ما كنحبش هذا الكلمة. بزاف ديال الحب ليكم وكونوا نازوني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.